مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. إذا كان العالم متضامن ومتعاون لمواجهة الإرهاب، فكيف لا يتضمن ويتعاون قادة لبنان للغاية نفسها؟ لقد أصبح التضامن والتعاون بين الزعامات والقيادات والمراجع اللبنانية أمرا ملحا في ظل إحساس الجميع بالخوف أو شعورهم بدقة الوضع. ولذا فإن هيئة الحوار الوطني التي ستلتئم في عين التين غدا مدعوة إلى تلاقف الجو السياسي الدولي و ترجمة المواقف السياسية المحلية وخطة إنقاذ لتوفير الغطاء السياسي للقوى والأجهزة الأمنية لتحصين الاستقرار وتحسين الأحوال في البلد بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم قيام حكومة العهد الأولى حكومة كل لبنان، وبعد ذلك صياغة قانون للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات. ويبدو أن المدماك الأول قد رفع من خلال المواقف التي أطلقت منذ جريمة التفجير في الضاحية الجنوبية لبيروت الشرق أوسطية وهجمات باريس الدولية. وفي هذه الأوقات مجموعة العشرين أكدت على مكافحة الإرهاب أمنيا وسياسيا وماليا، كما أن الرئيس الفرنسي أشار إلى أن سوريا أصبحت مصدرا للإرهاب، مشددا على الحل السياسي وعلى عدم إعطاء دور للرئيس بشار الأسد. وفي هذه النقطة أكد الأمر نفسه الرئيس أوباما ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أنطاليا، لكن الأخير ركز على الانتقال السياسي وعلى حوار المعارضة السورية مع النظام. اختتمت قمة العشرين أعمالها بمدينة أنطاليا التركية بعدما فرض ملف الإرهاب العالمي ومواجهة تداعيات ظاهرة اللجوء إلى أوروبا نفسيهما على أعمال القمة. وفي البيان الختامي شددت مجموعة العشرين على أن تزايد الإرهاب يقوض السلام والأمن الدوليين ويعرض جهود تعزيز الاقتصاد العالمي للخطر. وأضاف زعماء المجموعة أنه يجب عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو عرق، وأكدت الدول المشاركة أنها ستعمل من أجل كبح ومنح الأعمال الإرهابية وقطع التمويل عمن يرتكبونها. وتعهد زعماء المجموعة بتبادل المعلومات بشأن العمليات وتشديد السيطرة على الحدود. وعلى هامش القمة عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان حل الأزمة السورية والعلاقات الثنائية، كما عقد لقاء رباعي ضم الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية ووزيري الخارجية الفرنسي والإيطالي. والتقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجتماعا مع الرئيس الروسي. وأشار كاميرون إلى وجود خلافات مع موسكو لأسباب أهمها استهداف الطيران الروسي فصائل معارضة ليس بينها داعش، كما اتفق زعيما بريطانيا وألمانيا على استضافة مؤتمر العام المقبل لجمع التبرعات للاجئين السوريين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوضح أنه أوصى بإرسال قوات إضافية لزيادة التنسيق في جهود محاربة داعش. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أن 40 دولة تمول الإرهاب من بينها دول مشاركة في قمة العشرين، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لدعم المعارضة السورية بضربات جوية في القتال ضد داعش. في وقت حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الخلط بين أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا والخطر الناجم عن الإرهاب العالمي، قائلا أن الخلط بين الأمرين معناه التخلي عن مسؤولية إنسانية. في هذا الوقت قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة العشرين الأحد كان بناء، لكنه لم يحدث تغييرا كبيرا. وفي قمة العشرين أيضا لم تبال القطط بجلل الحدث على المنصة، وراحت تصول وتجول أمام عدسات المصورين بكل ثقة، وأثارت هذه الحركة اهتمام المراسلين والمعلقين الحاضرين في القاعة. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي لم يشارك في قمة العشرين أكد في كلمة له في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في قصر فرساي أننا سنكثف من عملياتنا ضد التنظيم في سوريا، مشيرا إلى أن الهجمات لن تخفف من عزمنا اتجاه ذلك بل ستقويه، داعيا الفرنسيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية. وأضاف عدونا في سوريا هو داعش، ولكن سنبحث عن حل سياسي لا يتضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، لافتا إلى أنه من أجل ذلك فرنسا تتحدث إلى إيران وتركيا ودول الخليج للتوصل إلى هذا الحل السياسي. وطلب أولاند باتفاق
أوروبي لتفعيل حماية الحدود الخارجية عبر المراقبة الدولية ومكافحة تجارة السلاح في أوروبا، ورأى أنه يجب تغيير بعض بنود الدستور لتعزيز صلاحيات السلطات في محاربة الإرهاب في ظل ظروف الحرب التي نعيشها، وأن نصبح قادرين على طرد الأجانب الذين يشكلون خطراً على أمن مواطنينا، وأي شخص يثبت ارتباطه بالإرهاب يجب أن تسحب منه الجنسية الفرنسية. حملة مداهمات واسعة تشنها السلطات الفرنسية والبلجيكية بحثا عن مطلوبين، وأولاند يؤكد أن الهجمات أعدت في بلجيكا وفرنسا في حالة حرب، وسنكثف من عملياتنا ضد داعش في سوريا. فيما وقف الفرنسيون وتقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ومواطنون في دول الاتحاد الأوروبي دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات باريس، شنت السلطات الفرنسية حملة مداهمات واسعة لملاحقة عدد من المشتبه بهم والمتعاونين معهم لتنفيذ هجمات باريس الدموية، في وقت انكشف الادعاء الفرنسي أن الشرطة الفرنسية تعرفت على هوية اثنين من منفذي العمليات هما أحمد المحمد وسامع ميمور، وقد ولد المحمد الذي فجر نفسه في استاد كرة القدم في مدينة إدلب عام 1990، أما ميمور الذي فجر نفسه في باتلكان فهو من مواليد مدينة باريس عام 1987. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال صرح بأن الهجمات التي وقعت في باريس خطط لها في سوريا، وقال أن السلطات الفرنسية تعتقد أن هناك مخططات لتنفيذ عمليات أخرى في فرنسا ودول أوروبية أخرى. أما في بلجيكا نفذت الشرطة سلسلة مداهمات بعد أن اتجهت أصابع الاتهام في تفجيرات باريس إلى بلجيكي موجود حاليا في سوريا بأنه مدبر الهجمات، وقد حاصر عشرات من الجنود البلجيكيين بينهم كوماندوس مسلحون من وحدات خاصة منازل في شارع سكني في منطقة مولنبيك. وأوضح مصدر لرويترز أن الرجل يدعى عبد الحميد أبعود ويبلغ من العمر 27 عاما، فيما نفت الإذاعة البلجيكية إلقاء القبض على شخص فرنسي يدعى صالح عبد السلام تعتبره فرنسا مشتبها به رئيسيا. وقد وجه القضاء البلجيكي اتهاما الى اثنين من المشتبه بهم في اعتداءات باريس. وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف قال ان الشرطة القت القبض على 23 شخصا وصادرت اسلحة بينها قاذفات صواريخ خلال حملة مداهمات الاحد في اطار تحقيقات باريس. وقال كازينوف للصحفيين انه خلال 48 ساعة الماضية نفذت الشرطة 168 عملية مداهمة، وقال ليكن ذلك واضحا للجميع هذه هي مجرد البداية. تزامنا قال مسؤول كبير في الحكومة التركية أن تركيا أبلغت فرنسا في كانون الأول 2014 وحزيران 2015 بشأن أحد منفذي الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها باريس، وأضاف أن مصطفاي دخل تركيا عام 2013 لكن لا يوجد سجل لمغادرته. في هذا الوقت حذر تنظيم الدولة الإسلامية في فيديو جديد الدول التي تشارك في شن ضربات جوية في سوريا من أنها ستلقى نفس مصير فرنسا، وتوعد بشن هجوم في واشنطن. أضيئت معالم وطنية وسياحية في دول الخليج بألوان العلم الفرنسي تضامنا مع الفرنسيين في مواجهة الإرهاب، وبرز ذلك في القنصلية في الرياض وفي برج خليفة في دبي، وألفتت إضاءة هرم خوفو في الجيزة المصرية بألوان في الجيزة المصرية بألوان العلمين الفرنسي واللبناني في دلالة على التضامن مع الفرنسيين في هجمات باريس ومع اللبنانيين في جريمة التفجير في برج البراجنة. وفي سوريا نفذت مقاتلات فرنسية وبالتنسيق مع القوات الأمريكية سلسلة غارات على مراكز عسكرية وقيادية لداعش في منطقة الرقة، وكري بحث مع رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة خطوات منها اجتماع المعارضة وبدء مفاوضات جادة بين المعارضة ونظام الأسد. ونائب وزير خارجية إيران أشار إلى أن الأسد يجب أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. بعد مرور يومين على الهجمات الدامية التي شهدتها باريس وتبناها تنظيم داعش، شنت الطائرات الفرنسية غارات على مدينة الرقة السورية المعقل الرئيسي للتنظيم، وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن عدة أهداف تم تدميرها بينها موقع قيادة ومستودع أسلحة ومركز لتجنيد المقاتلين. وأفاد مسؤولون فرنسيون أن 12 طائرة شاركت في الغارات وأسقطت 20 قنبلة موجهة على المواقع المستهدفة، وانطلقت الطائرات الفرنسية من قواعد لها
في الإمارات العربية المتحدة والأردن، ونفذت الهجمات بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاءت الغارات بعد إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن فرنسا سوف ترد بلا رحمة على هجمات باريس وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي بضرب الإرهاب في كل مكان في العالم. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدولة الإسلامية تضع قيودا على التحركات في الرقة في أعقاب الغارة الجوية، ما يجعل جمع المعلومات عن سقوط ضحايا صعبا. في هذا الوقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يرغب في شن ضربات جوية على متشددي تنظيم داعش في سوريا، لكنه لا يزال بحاجة لإقناع مزيد من النواب البريطانيين بدعم مثل هذا التحرك. وذكر كاميرون أنه سيتصرف بشكل مباشر وعلى الفور إذا تعرضت المصالح البريطانية للخطر. في وقت ذكرت معلومات أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة داعش سلم نحو 50 طنا من الذخيرة لمقاتلين يعرفوا بقوات سوريا الديمقراطية، ودمر 116 شاحنة نفط للجهاديين في شرق سوريا. الأخبار المحلية بعد الفاصل. نتابع قراءة النشرة. الرئيس بري التقى السفير المصري في لبنان وتلقى برقيات تعزية بضحايا الضاحية الجنوبية من الرئيس المصري ورئيس الدوما الروسي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أثنى على المواقف المتقدمة لكل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري، معتبرا أن ما صدر عنهما يتقاطع مع مضمون جدول أعمال طاولة الحوار الوطني. وأبدى الرئيس بري ارتياحه إلى المعالجات الأمنية التي أعقبت تفجيري برج البراجنة وحالة دون وقوع الفتنة التي أرادت داعش إحداثها. من جهة ثانية، الرئيس بري تلقى برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب فيها عن تنديده وإدانته الشديدين للتفجيرين الإجراميين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبية على يد داعش الإرهابية، مؤكدا مساندة مصر في القضاء على تلك الجماعات الإرهابية وما تبثه من سموم في المنطقة. كذلك تلقى الرئيس بري برقية مماثلة من رئيس الدوما الروسي سيرجي ناريشكين الذي استنكر التفجيرين ودعا إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر الإرهابي وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتلقى برقية من الأمين العام لاتحاد مجلس دول منظمة التعاون الإسلامي شجب فيها العمل الإجرامي، معربا عن ثقته بأن لبنان سيتجاوز هذه الأزمة بتمسك شعبه بوحدته الوطنية. على صعيد آخر، الرئيس بري التقى السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد الذي قدم التعازي للرئيس بري في الضحايا الذين سقطوا في الضاحية الجنوبية، مشددا على دعم الجهود التي يقوم بها الرئيس بري من أجل إنشاح الحوار والجولة التي ستنعقد يوم الثلاثاء، آملا أن تسفر عن نتائج إيجابية. يعني مصر تدعم كل الجهود الجارية من أجل إنجاح الحوار وإنهاء التسوية الشاملة، ونحن نراقب باهتمام التصريحات الأخيرة التي تمت من بين القوى السياسية كلها والتي تصب كلها في اتجاه واضح من أنه هناك إدراك الآن أن استمرار هذا الوضع غير ممكن في لبنان وأنه لابد من تسوية شاملة. وكان الرئيس بري قد التقى وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط حافظ غانم، شكره على جهوده وجهود المجلس في إقرار القروض بين لبنان والبنك الدولي. الوفد أبلغ الرئيس بري بأن البنك في صدد تحضير مشاريع حيوية للبنان لمساعدته في أزمة النازحين السوريين. وفي عين التيني، الرئيس بري التقى النائب الأول لحاكم مصر في لبنان رائد شرف الدين، وتم عرض شؤون مصرفية ومالية. في السرايا الحكومية، الرئيس سلام التقى وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين ووفدا من البنك الدولي الذي أكد دعمه للبنان في مساعدة النازحين السوريين. استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين وتناول اللقاء جديد التطورات في الملف. الرئيس سلام التقى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوز الذي أثنى على حكمة الرئيس الحكومة معتبرا أن الموارنة فشلوا في الاتفاق على رئيس للجمهورية. وعسرا التقى الرئيس سلام وفدا من المجلس البلدي في الجديدة وسد البوشري برئاسة أنطوان جبارة الذي أشار إلى أنه قدم للرئيس سلام مشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة المتن على أرض تملكها البلدية محاذية للشاطئ بتمويل من الصندوق البلدي. ومن زوار السراي عضو منظمة أمريكان تاسك فور لبنان مصطفى ناصر ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي على رأس وفد. هذه المشاريع مشاريع مهمة جدا. أولا أكبر مشروع اللي هو مشروع سد بصري، ده مشروع 474 مليون دولار من البنك الدولي إلى جانب 128 مليون دولار من البنك الإسلامي. وطبعا الدولة اللبنانية
بتقدم 15 مليون دولار. فيعني احنا بنتكلم ده مشروع سد مصري اللي صادق عليه البرلمان اكتر من 600 مليون دولار. ده هو هيوفر المياه لمنطقه بيروت الكبرى وجبل لبنان، حوالي 1,600,000 نسمه. وزير السياحة ميشيل فرعون بحث التطورات المستجدة في لبنان وفرنسا مع السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون. فرعون شدد بعد اللقاء على أهمية تحصين الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب، مؤكدا التضامن مع فرنسا في هذه الظروف. بدوره السفير الفرنسي دعا كل من يطوق إلى السلام إلى محاربة الإرهاب. سعادة السفير، طبعا كانت مناسبة لنعبر عن أسفنا وتعازينا لكل العيال اللي أصيبت، ولا طبعا تضامننا مع الشعب الفرنسي الصديق والشقيق ومع القيادة الفرنسية. فرنسا اللي وقفت مع لبنان في كل المحن، كانت سياسية أو كانت مالية إن كانت إرهابية، وفرنسا اليوم والشعب الفرنسي اللي هو في الصف الأمامي في الدفاع عن معارك القيم الإنسانية والحضارية. واليوم طبعا فرنسا المصابة، فعبرنا عن تضامننا. نفس الوقت أكيد أنه نحن كلبنانيين أيضا يعني الإرهاب يصيبنا في الصميم، وأي عملية إرهابية في أي منطقة بتصيب كل جميع اللبنانيين. وهي أيضا مناسبة لنذكر أهمية وحدة اللبنانيين. Je remercie le ministre de sa solidarité. أشكر معالي الوزير على تعازيه وتضامنه مع الشعب الفرنسي. ليس هناك تبرير للهجوم الإرهابي البربري، وعلينا محاربته نحن كفرنسيين وكلبنانيين وكل من يطوق إلى السلام. الوزير غازي الزعيتر دعا من بعلبك لتوحيد جميع القوى لمواجهة الإرهابيين التكفيريين ومساعدة الجيش والقوى الأمنية، كما دعا الكتل النيابية للمشاركة في الأعمال التشريعية في المجلس. هي دعوة لكل اللبنانيين أولا على مستوى الوطن أن نوحد جميع القوى لنكون العين الساهرة في مواجهة هؤلاء التكفيريين، هؤلاء الإرهابيين، وأيضا لنكون اليد التي تساعد وتقف إلى جانب الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية، الأجهزة الأمنية. حزب الكتائب وفي اجتماعه الإسبوعي برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل شدد على أن عدم انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي بعد التفجيرين هو جريمة بحق الشعب توازي جريمة برج البراجنة. واستنكارا للتفجيرات التي وقعت في برج البراجنة وفرنسا، نظمت منظمة الشباب التقدمية اعتصاما في الجامعة اللبنانية فرع علي، رفع خلاله الطلاب اللافتات المنددة بالإرهاب والمتضامنة مع أهلهم في البرج. المشاركون وقفوا دقيقة صمت عن أرواح الشهداء، وأقيم اعتصام في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، وقف فيه الطلاب دقيقة صمت عن أرواح الشهداء. مديرية المخابرات أحالت محمد طالب إلى القضاء لانتمائه لتنظيم إرهابي. أعلنت قيادة الجيش في بيان لها بأن مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء المختص الإرهابي الموقوف محمد عبد طالب الذي ينتمي لأحد التنظيمات الإرهابية ولمشاركته في القتال إلى جانب هذا التنظيم في سوريا. وكان الموقوف بعد عودته إلى لبنان قد باشر بالتخطيط مع مجموعة مسلحة للقيام بعمليات إرهابية وأمنية في طرابلس، ثم توارى عن الأنظار بعد توقيف معظم أفراد المجموعة وانضم إلى مجموعة علاء كنعان الذي ورد اسمه في ملف فندق ديراي، وأقام بإخفاء أحزمة ناسفة تم العثور على 2 منها فيما يجري العمل على كشف مكان الأحزمة الأخرى. كما ساعد الموقوف في إخفاء إرهابيين من مجموعة الإرهابي نبيل سكاف، من بينهم المطلوب جوهر مرجان، وشارك من ضمن مجموعة في الاعتداء على عناصر أمنية في فنايدق بعد توقيف أحد أفراد المجموعة من قبل مديرية المخابرات، ثم خطط لاحقا مع آخرين وبعد توقيف أحمد سليم ميقاتي للاعتداء على مركز الجيش في محلة الصدقة
قرب فنايدق، وتوجد بحقه مذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحري بجرم الإرهاب. من جهة ثانية، كانت قوة من الجيش قد دهمت ليلة الأحد عددا من الأشخاص المشبوهين الموجودين داخل أحد المباني في محلة وطل مصيط ببيروت، حيث أوقفت عدد من السوريين وعثرت على قذائف وذخائر مختلفة، إضافة إلى عدد من المناظير وأجهزة الاتصال، وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المرجع المختص. أضرم النار بنفسه عند نفق سليم إسلام بعد الفاصل. أهلا بكم. أقدم الفلسطيني أمين صلاح زين الدين على إحراق نفسه وسيارته من نوع نيسان والتي تحمل لوحة عمومية عند مدخل نفق سليم إسلام. وفي التفاصيل أن حاجزا لقوى الأمن الداخلي أوقفه وطلب أوراقه الثبوتية وأوراق السيارة، فتبين أن هناك مخالفات كثيرة، فعمد إلى صب البنزين على جسده وعلى السيارة وأضرم النار، وعلى الفور تم التدخل لمنعه وتم نقله إلى المستشفى وإخماد النار في السيارة، وقد أصيب بحروق بسيطة. أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. الشؤون العامة عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب محمد الحجار، الذي رأى أن المطلوب من الحوار الوطني أن تكون هناك إرادة سياسية للوصول إلى حل، داعيا الرئيس سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء وليتحمل كل ما يعطل المسؤولية. رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، وفي ذكرى تأسيس الحزب، دعا القوى السياسية إلى وقفة تاريخية للتعبير عن مساهمتها الفعلية في إيجاد الحلول العملية للأزمات التي يمر بها الوطن. البيئة في لبنان ليست في حالة جيدة، هذا ما أكده وزير البيئة محمد المشنوق خلال افتتاحه مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت بحضور عربي ودولي، معلنا أن الدولة ما زالت تبحث عن بواخر لترحيل النفايات. وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان عقد مؤتمرا صحفيا مع السفير الصيني لدى لبنان جيانغ جيانغ، أعلن خلاله عن انتهاء أعمال تنفيذ مشروع الهبة الصينية الخاصة بأعمدة الإنارة على الطاقة الشمسية. برعاية وزير التربية ممثلا بمدير عام الوزارة فادي يرق، افتتح المؤتمر الوطني حول الحق في التعلم والمعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وكان تشديد على أهمية الدمج التربوي. بحث قائد الجيش العماد جون قهوجي التطورات الراهنة مع النائبين الوليد سكري وكامل الرفاعي، كما استقبل القائم بأعمال سفارة فنلندا ماتي لاسيلا يرافقه وفد عسكري، وجرى البحث في الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. اختتمت الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي مشروع الشباب للحوكمة المحلية بدعم من MEPI في جامعة البلمند بينو عكار بحضور عدد من الشخصيات السياسية والروحية والاجتماعية، وكان تشديد خلال الاحتفال على دور الشباب في نهضة عكار وخلق فرص عمل للشباب من أجل وقف النزف الحاصل عن طريق الهجرة. نفذ موظفو مستشفى حصبية الحكومية اعتصاما تحذيريا في باحة المستشفى احتجاجا على عدم قبض رواتبهم طيلة الأربعة أشهر الماضية، محذرين من خطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. أقيم في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق في صيدا وقفة تضامنية مع أهالي وذوي شهداء برج البراجنة، وألقيت كلمات في المناسبة أكدت على محاربة الإرهاب ونبذ الطائفية. والآن إلى الصفحة الاقتصادية والزميلة ندى الحوت. تم إقرار القوانين المالية في لبنان والمطلوبة دوليا، ولكن السؤال المطروح ماذا بعد؟ هل يستطيع لبنان أن يتوقع وضعا اقتصاديا أفضل؟ اليوم أستاذ أنطوان فرح، حضرتك كمحلل مالي واقتصادي، يعني في ظل كمان الأحداث الأمنية المتنقلة في لبنان، كيف يستطيع الاقتصاد اللبناني أن يصمد؟ إذا بتسمحي لي الشيء اللي تفضلتي فيه بموضوع القوانين الدولية، خلينا نعطي موجز بسيط لأن صار في كتير أوهام حول هذا الموضوع. القوانين المالية، إقرار القوانين المالية حمل لبنان من الكارثة ونقطة على السطر، يعني بالتالي ما فينا نبني عليه، لا بده يحسننا اقتصادنا، لا رح يعطينا سمعة أفضل ولا يعملنا. كل اللي صار إنه نحن كنا قدام كارثة رح تقع، وكان في تحذيرات كتير قد الاقتصاد ممكن يتأثر بهذا الموضوع، كنا سنتعرض لعزلة مالية. تحاشينا هذا الوضع، وهم بالمناسبة بدي أقول إنه ما كان في لزوم لهذا كل الضجيج، ونحن كان لازم من 4 سنين يكون أقرينا هذه القوانين ومن دون كل هالضجيج وهالمشاكل. يعني هي نوع من الحماية مش أكثر. مش بس الحماية، هي لتحاشي الكارثة نقطة، هذه هي كان في كارثة واقعة تحاشيناها. هلا رجعنا مطرح ما كنا، ومطرح ما كنا مش منه وضع جيد، يعني مطرح يعني ما كنا. يعني بسبب الأحداث الأمنية متنقلة كمان. كمان الأحداث الأمنية هلا أضافت تحدي جديد، يعني هون بدي أقول إنه حتى تفجير برج البراجنة اللي إجا بعد الجلسة التشريعية، اللي كان في أجواء
تفاؤلية. نعم. صحيح أنه ما كان في شيء حسي وما كان في شيء رح يعطينا إياه إلا أنه حمينا حالنا، بس كان في أجواء تفاؤلية بالداخل. هذه الأجواء التفاؤلية قضى عليها الوضع الأمني الجديد اللي صار عندنا. بس بعتقد أنه بالنتيجة الشيء اللي بده ينعمل هلأ بده ينعمل ما يشبه حالة الطوارئ، عندنا وضع أمني صعب، حمينا حالنا من الكارثة، لازم نطلع لقدام. كيف؟ ولقدام الوضع صعب. كيف؟ لقدام يعني رح ارجع اكرر شيء اللي دائما بقوله، بدنا نطلع على الحديقه الخلفيه تبع البلد، بدنا نطلع على الخليج للي موازناته كلها عم بلشت ممكن تهبط بال2016، بلش صار في عجز، صار في عندنا شباب لبناني عم يرجعوا من الخليج وعم ينبشوا على عمل، وهذه من مصادر موثوقه انه صار في عندنا عدد منهم، وبالتالي في عندنا يعني مشكله يعني عم بتزيد عندنا البطاله كمان اكثر واكثر البطاله، ومؤشر اخر انه بالخليج بطل في فرص العمل التي كانت موجوده قبل شهر. بموضوع القروض البنك الدولي، يعني البعض بيعتبرها انه هيدا عبء زياده على لبنان، وبيعتبر انه الافضل نسكر الهدر بدل ما نتدين من برا. هلا نسكر الهدر بدل ما نتدين من برا كلنا متفقين عليه، بس اذا كنا نحن بعد ما سكرنا الهدر وبدنا نتدين، لا اكيد قرض البنك الدولي افضل بكثير. اولا شروط ميسره، ثانيا تنفيذ مطلق متقن، يعني البنك الدولي سوف يشرف على التنفيذ، وثالثا نمنع الهدر والسرقة بهذه المشاريع، وهذه مشاريع بتحرك الاستثمارات بالقطاع العام، احنا محتاجين نحرك الاستثمارات بالقطاع العام. نحن اذا بنحكي بخطوات سريعة يعني لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الظروف اللي عم يمرق فيها لبنان، برأيك شو ممكن انه يعمل تعمل الحكومة اليوم؟ اسرع شيء ممكن ينعمل هي انه نشتغل على اقرار موازنة تكون تتضمن شو بدنا ننفق، شو بدنا ندخل، وشو بدنا نعمل مشاريع استثماريه للقطاع العام. هيدا الشيء الاساسي. خارج هذا الاطار بنكون بعدنا عم نبرم محلنا، وضعنا صعب. طبعا هذه محتاجه لشويه توافق سياسي وتبين انه المؤشرات ممكنه. اخبار دوليه متفرقه في هذا التقرير. أعلنت الـ FBI أنها تحقق في اختفاء عدد كبير من الأسلحة من مستودع للأسلحة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، نافية أي علاقة لاختفاء الأسلحة بالتحضير لأعمال إرهابية. وصلت إلى جزيرة سقطرة جنوب اليمن 4 طائرات إغاثة من قطر وسلطنة عمان تحمل مواد إغاثية لمتضرري إعصاري شبالة وماج اللذين ضربا الجزيرة وعددا من المحافظات اليمنية. قتل أكثر من 25 شخصا وجرح العشرات وفقد المئات في انزلاق التربة بفعل العاصفة التي ضربت الصين. عمت الكوبا جابانا مسيرة للمثليين في احتفال السنوي في نسخته العشرين، أكثر من 500 شخص شاركوا في المسيرة حاملين يافطات منددة بهجمات باريس. أعلنت اليابان أنها في طور بناء الملعب الدولي لاستقبال الألعاب الأولمبية في العام 2019، مشيرة إلى أن التكلفة ستصل إلى 2.17 بليون دولار أمريكي. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.